هذه الصبية تلعب معي لعبة الإغواء. اقترب منها فاستدارت. عبر النافذة لاحت سفن الكرافيل بأشرعتها المثلثة تمخر مياه المحيط حاملة على مدها السلع والعبيد إلى البر الآخر. البحر في آسيا البرتغاليين الذي يكون عادة مصدر ثراء هو يعني أو يرمز هنا إلى الخطر. فمن البحر جاء البرتغاليون وجاء الإسبان، ومن البحر تمر قوافلهم التجارية. رواية أسير البرتغاليين عمل أدبي اختار له المغرب مكانا والقرن 16 زمانا. في هذا الزمكان تتحرك الشخوص، أهمها أو البطل شخصية الناجي. هذا الناجي سيقع أسيرا لدى سجان برتغالي، وسيكون مجبرا على الدخول في لعبة هي أشبه بلعبة شهرزاد مع شهريار، حيث يكون مضطرا لمقايضة بقائه بحكاياته. لعبة الحكي قد تكون لعبة السارد ولعبة الكاتب، وهي في هذا النص لعبة البطل كذلك، لعبة البطل لأنه كان يعيش من خلال الحكايات التي يقدمها إلى الناس، أن حياته كانت على طرف لسانه. في هذه اللعبة، اللعبة السردية، حقيقة التاريخ هو مهم في الاختيارات. من خلال أسير البرتغاليين لا استهدف فقط يعني الكشف عن تاريخ منسي أو ما يمكن أن نصطلح عليه بسيرة المهمشين أو المنهزمين، إذن الروائي يكتب بصوت المنهزم. فتح الحارس الباب على خلاف ما اعتاد، قيد يدي الناجي ثم قاده عبر دهاليز باردة ومعتمة إلى ساحة السجن. سيطلقون النار عليه، فكر، يعرف أن الموت محدق، لكنه لم يعتقد أن بيدرو يتخلى عنه قبل ما تم الحكاية. لعبة شهرزاد مع الطاغية باءت بالفشل. حز في قلبه أن يترك غيثة وحدها في عالم موحش يأكل فيه القوي الضعيف. Thank you.